بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناه تفسير احلام الروكاساني النهارده هنفسر مع بعض رمز البحر آه هنفسر البحر الهادي في المنام هنعرف معناه آه بشكل عام احنا اتكلمنا قبل كده عن البحر بشكل عام في المنام لكن النهارده شويه هنتكلم عن آه يعني البحر الهادي بشكل مفصل آه اولا رؤيه البحر الهادي في في المنام اولا من الرموز اللي بتبشر بسفر لو كان الشخص بيسعى آه لسفر سواء السفر ده لعمل آه يعني سفر آه لعمل او سفر آه لعلم فدي آه برضو آه من الرموز اللي بتدل على حصوله على مال او حصوله على آه علم آه كمان من الرموز اللي بتدل على تحقيق شيء الرأي آه بيتمناه او بيطمح ليه سواء آه عمل او آه زواج او برضو سفر آه الشخص لما يشوف الامواج يعني فيها مضطربه شويه في في البحر فده معناه ان حياه الانسان شويه هتمر باضطرابات وهتمر شويه ممكن بصعوبة شوية على من الناحية ال سواء في حياته الشخصية أو في حياته العملية البحر الهادي كمان لو لو الشخص شاف بحر هادي وهو واقف يعني مبسوط بمنظر البحر فده اولا بيدل على نجاح للرؤي كمان على خاطب كمان على يعني سيره عطره بين بين الناس آه، كمان البحر في المنام كمان من الرموز اللي بيته آه بترمز أحيانا للقرآن والسنة فأي تغيير في, في موج البحر فممكن يرمز آه للتقوى والعلم كمان البحر الهادي آه في المنام من الرموز كمان اللي بتدل على طاعة آه لله سبحانه وتعالى كمان رؤيه البحر في المنام معناه بلوغه امنيه او وصوله لهدف كمان رؤيه لو كان الشخص مريض وشاف البحر هادي فده معناه استقرار في حالته الصحيه وقرب تماثله للشفاء كمان من الرموز اللي بتدل عليها البحر الهادي لو شافت ان ان البحر هادي وهي عايزه تنزل للبحر يعني فده معناه ان هي شويه هيكون في توتر في حياتها ولكن التوتر ده سريعا ما هيزول كمان البحر الصافي في المنام بيدل على صفاء القلب ونقائه من الحقد من الغل من الكراهيه إيه كمان من الرموز اللي بتدل على ان في هدف معين للرأي نفسه ان هو يحققه وان شاء الله هيحققه إيه كمان البحر الهادي من غير اي اضطرابات في الامواج فده معناه حل لجميع المشاكل اللي عند الرؤي لو كان هو بيمر شوية بمشاكل او بيمر بهموم وشاف البحر هادي فده معناه استقرار في حياته, في حياته بشكل عام وحل المشاكل كمان من الرموز اللي بتدل على سمعة طيبة كمان من الرموز اللي بتدل على مال كمان بتدل على اعمال صالحة الرائي بيقوم بيها سواء مساعدات للفقير او يعني اعمال بشكل عام اعمال صالحة بشكل عام لو كانت الفتاة مرتبطة بشخص معين في المنام فمعنى كده ان شوية الشخص ده لو شافت ان الموج او البحر صافي فمعنى كده ان هي احسنت الاختيار لو شافت الموج عالي وفي اضطرابات في البحر فمعنى كده ان هو اختيار غير موافق كمان البحر الهائج او المتلاطم الامواج معناه ان في ان الرائي ده شخصيته قويه او ان في شخصيه قويه في في الحياه بشكل عام هو كمان بيخشى الصعاب كمان من الرموز اللي بتدل على وصوله لحاجه او تفوقه في عمل ما سواء في مجال عمله او في مجال معين هو بيتمناه كمان البحر الهادي في المنام كمان من الرموز اللي بتدل على اصرار الرائي على تحقيق شيء او مواجهه صعاب او مواجهه عقبات في حياته آه، كمان البحر الهادي في المنام من الرموز كمان اللي بتدل على نجاة الراي من مؤامره او من مك مكيده او من ورطه او من او من خداع هيخرج من كل الحاجات دي آه، كمان البحر الهادي في المنام معناه ان في شخص شوية آه بيرغب للارتباط آه بيها بالفتاة يعني وهيكون بس شوية في آه عقبات هتقف آه شوية آه في, في طريقهم ولكن الموضوع هي آه هيسير آه كمان الـ البحر الهادي كمان في المنام من الرموز اللي بتدل على الستر للرأي وكمان من الرموز اللي بتدل على لو شافت البنت الصغيرة ان هي يعني البحر الهادي فمعنى كده لو هي لسه بتتعلم فمعنى كده ان هي هتفشل في اختبار او في امتحان او في مادة وعليها انها تجتهد او يعني تعمل تشتغل على نفسها اكتر علشان تحقق النجاح آه كمان من الرموز كمان اللي بتدل على أزمة معينة ولكن الأزمة دي هو هينجو منها الرائي بمعاناة أو بعون أو بمساعدة من أحد الأشخاص أو الأفراد آه كمان لو اللي شاف الرائي هو أو الفتاة بشكل عام أو المرأة بشكل عام لو شافت إن هي راكبة مركب في البحر وان الامواج اسقطت المركب ده فمعنى كده ان الفتاه دي او المراه دي اختارت شخص الشخص ده او ارتبطت بشخص الشخص ده شويه سيء وان هو خافي اخلاق شويه اخلاق قبيحه او مش مش ظاهر بس الا يعني شخص منافق بشكل عام وان هي مش هتكون سعيده مع الشخص ده كمان الغرق في مية البحر معنى كده ان هي وشافت ان في حد بيساعدها فمعنى كده ان هي هتكتاز مشكلة او هتخرج من مشكلة او من هم هتخرج بيه بمساعدة شخص شرب المية البحر في المنام من الرموز المحموده جدا فرؤيتها تدل على حصول الرائي على وظيفه على اموال على رزق على مركز مرموق على حاله اجتماعيه او مكانه اجتماعيه على تحقيق شيء هو بيتمناه او بيسعى ليه بقدر شربه من الماء البحر ده كده باختصار رؤيه البحر الهادي في المنام بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي استفسار او سؤال اكتبولي تحت وانا هرد عليكم بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامه